الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هل تعلم ماذا علم الرسول صلى الله عليه وسلم بعض بناته أن تقول حين تصبح وحين تمسي؟ أخرج أبو داود والنسائي وابن السني وأبو نعيم في اليوم والليلة عن بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلمها فيقول: قولي حين تصبحي وحين تمسي سبحان الله وبحمده، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فإنه من قالها حين يصبح حفظ حتى يمسي، ومن قال حين يمسي حفظ حتى يصبح. كذلك بعض الصحابة روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا القول: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هو لفظ موجز، كلام خفيف على اللسان، لكن معناه واسع. معناه أن كل شيء دخل في الوجود من الأجسام ومن حركات العباد وسكناتهم حتى حركات البهائم، كل ذلك بمشيئة الله الأزلية، فلا يحدث في العالم شيء إلا بمشيئته، ولا يصيب العبد شيء من الخير أو الشر أو الصحة أو المرض أو الفقر أو الغنى أو غير ذلك إلا بمشيئة الله تعالى، ولا يخطئ العبد شيء قدر الله وشاء أن يصيبه. اللهم توفنا على كامل الإيمان، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أجرنا من النار، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. Yeah.